واكيد مستمرين معاكم، وينضم لنا طبعا الاستاذ محمد العدل استاذنا الكبير. طبعا سعداء طبعا بوجودك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزين نستغل وجودك كمان النهارده في المؤتمر. انطباعك على الكلام اللي قاله مهندس محمود طاهر، اللائحه اللي يمكن حضرتك طبعا ماسكها دلوقتي في ايدك بعد ما توزعت على اعضاء الجمعيه العموميه، حطينا كمان في الموضوع ده، قريته ازاي؟ انا شايف طبعا ان دي خطوه كويسه وخطوه هايله جدا، لكن بتمنى على المهندس محمود طاهر ومجلس اداره، ان انا بشوف ان دي فرصه عظيمه جدا. احنا فكره اللائحه، احنا مش بنحارب طواحين الهواء، احنا بنتناقش حوالين لائحه تتحط للنادي الاهلي. انا بعتقد انها فرصه جيده جدا ان احنا نعمل ندوات جوه النادي، وبقول للمهندس محمود طاهر ادعو محمود الخطيب كرجل موجود في النادي وعالم من اعلام النادي انه يجي الندوات دي ويتناقش حوالين اللائحه زي ما احنا بنتناقش حواليها كعضو. في يعني انا شايف ان ده مهم جدا، مهم ان احنا نعمل ندوات جوه النادي نناقش وندعم. انا بشوف ان النادي الاهلي عنده قدره انه يجيب 20,000، مش 800 ولا 4,000 ولا 5,000، لان النادي الاهلي ده في يوم واحد في الانتخابات جاء 18,000، خلاص انتخبوا مجلس اداره. وبالتالي انا بشوف ان انا مش عايز اتخانق على اشياء ليس لها مبرر، انا عايز اعمل لائحتي، وهو ده هو الاساس. تعالى نعملها وندعو الناس انها تعملها، وانا شايف ان جميع العمال النادي الاهلي عندها قدره لو استوعبت انا ليه جاي، خلاص، وده اللي هيتعمل من ندوات والحشد اللي بتعمله، الناس نفسها اللي هتحشد، لان احنا يجي لنا مش 12,500، لا هيجي 20,000. وانا باكد للمهندس محمود طاهر والمجلس الاداره ان انا باكد ان هيجي ال 20,000، بس يبقوا مستوعبين هم جايين ليه. حتى في الحر وحتى في بتاع، احنا بنروح الماتشات في الحر وبنروح في المكالم ده في الحر وبنقعد وبنتبهدل عشان النادي الاهلي، وبالتالي مش ده اللي هيوقفنا، مش ده اللي هيوقفنا لا العدد ولا، لكن انا لازم اعرف انا جاي ليه. وبقول برضو برجع بكرر، ارجو المهندس محمود طاهر ومجلس اداره ان يوجه دعوه لكل، اذا اعتبرناهم معارضين، اصلا مش شايف في الاهلي معارضين، انا شايف في الاهلي ناس كلها عايزه مصلحه الاهلي، خلاص. وبالتالي سواء اصبح محمود طاهر رئيسا لمجلس اداره النادي الاهلي، او محمود الخطيب، او علي، او عمر، او كلهم في الاخر بيقفوا مع بعض عشان نقول ان في حاجه اسمها النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره كده. وبالتالي انا بعتقد ان مهم جدا ان حضرتك توجه الدعوه كمجلس اداره لكل المعارضين، خلاص، يجوا يديروا ندوات حول اللائحه، يقولوا وجهه نظرهم في اللائحه هم كمان. واعتقد ان ده شيء هيفيد ويثري التجربه الديمقراطيه في داخل النادي الاهلي. هاخد منك رساله لاعضاء الجمعيه العموميه محمد بيه، تقول لهم ايه لمناقشه اللائحه بقى الفتره اللي جايه واعتمادها بمحيط قرارها ان شاء الله يعني يوم 25 الفتره اللي جايه؟ بقول لهم اقروا اللائحه ودققوا فيها واطلبوا ندوات، لان انا كمان زي ما النادي الاهلي رافض اللائحه الاسترشاديه، خلاص، او رافض فيها بنود، هو مش رافضها كلها، جايز انا لما اقرا اللائحه اللي عاملها مجلس اداره النادي الاهلي الاقي فيها بنود مش عاجباني. انا عايز اقول لمجلس اداره النادي الاهلي البند ده مش عاجبني، فاذا كان ينفع يصلحه او ما يصلحوش. وانت من حقك كعضو جمعيه عموميه انك تيجي وتقول، لان انت بتحط القانون اللي بيحكمك واللي هيحكم ولادك من بعدك واولاد ولادك، لان احنا اجيال جوه النادي الاهلي هنتكل على الله وفي اللي هيجي بعدينا. فبتمنى على كل اعضاء الجمعيه العموميه انهم يقروا اللائحه كويس ويشوفوا معترضين على ايه ويشوفوا موافقين على ايه ويجوا يتكلموا فيها. اسف على الاطاله، بس لازم اسالك سؤال. بخبرتك وتواجدك في النادي الاهلي، شايف الانجازات بالنسبه لمجلس الاداره على كل المدارات الانشائيه والرياضيه لكره اليد والباسكت والسله وكره القدم، شايف الفتره الصغيره دي مع مجلس اداره النادي الاهلي ده بيمثلك يا محمد بيه؟ بيمثل لي نفس المسيره اللي بتحصل طول عمرها في النادي الاهلي. انا مش جاي طبعا انجازات هايله ورائعه، لكنها تراكم على تراكم، خلاص، طول عمر النادي الاهلي بيعمل تراكمات. مجلس الاداره لما جه بانجازاته الكتير اللي عملها هو جاي على انجازات سابقه، احنا ما جيناش من الهوا، واخد بالك. وبالتالي انا بحيي مجلس اداره على اللي عمله، وبقول له انت اضفت على اللي كان معمول وبتزود على اللي كان معمول، وسيظل النادي الاهلي موجودا
بمحمود طاهر ومحمود الخطيب، من غير محمود طاهر ومن غير محمود الخطيب الاهلي سيظل موجود وسيظل هناك انجازات، سواء على المستوى الرياضي سواء على المستوى الانشائي سواء على المستوى البنائي، سيظل في الاخر ده اسمه النادي الاهلي. بيتعامل فيه كل الكلام ده بغض النظر عن الاشخاص وبغض النظر عن الافراد، وفي يعني اي مكان بيحصل فيه ضربات ويحصل فيه طلوع ويحصل فيه نزول، لكن يظل في الاخر الكيان هو اللي مستمر مش الافراد.